لتنهينان القاضي اللي هي مشاركة في برنامج الشباب الرواد. صباح الخير. صباح الخير. كيف الأحوال؟ الحمد لله. راح تكون ثنائية ما بين العاصمة وسطيف. سطيف يمثلها خليل صخري اللي هو رئيس النادي العلمي لكلية العلوم الطبية إذا سعداء جدا باستقبالك من خلال البرنامج. وفي البداية تنهنان حدثينا على نشاطاتكم، نشاطات النادي. تنهنان ولا هو يتحدث على انا مش في النادي؟ نعم معلش، هو يتحدث على النادي، نشاطات النادي مثلا. النادي العلمي لكلية العلوم الطبية بسطيف كان تأسيسه في 2002 بحيث يضم العديد من الطلبة في الطب والأطباء وطلبة في مختلف الشعب. نعم. النادي العلمي منذ نشأته كان حقق العديد من النشاطات اللي خلته يتميز على المستوى الوطني والمستوى الدولي، بحيث كان فيه نشاطات ثقافية علمية رياضية إنسانية لفائدة الأطفال المرضى. فيما يخص النشاطات العلمية فيه الكثير من الأيام الطبية التي قمنا برمجت فيه تكوينات كانت مع وزارة التعليم العالي، هي تكوين فيما يخص طلبة مدربي الأقران. فيه حملات تحسيسية على السيدة مع اللوني سيدة، فيه حملات مع الجمعية الأمريكية لمكافحة التدخين، كان حملة تحسيسية تخص كل المغرب العربي، تونس، الجزائر وال... نعم. على كل حال رح نتحدث أكثر على التفاصيل الخاصة إذن بالنادي. تنهنان القاضي مشاركة في برنامج الشباب الرواد، يعني حدثينا على هذا البرنامج، وش كاين فيه، النشاطات اللي كاينة فيه. على هذا البرنامج تأسسوا الغوفرنمون ديتا تاع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا البرنامج صافي 5 سنوات ملي هو يديروه. ياخذوا كل سنة 25 تلميذ في الثانوية. نعم. ويدوهم لتما للولايات المتحدة لتبادل ثقافي، تبادل بين الثقافتين، الثقافة الجزائرية والثقافة الأمريكية. هاد السنة أنا شاركت في هذا البرنامج. في بداية البرنامج قعدنا 10 أيام في سطيف. نعم. مع النادي العلمي لكلية العلوم الطبية لسطيف. وقعدنا 10 أيام لتعلم اللغة الإنجليزية. كان عندنا أستاذين في أمريكيين جونا لتما لسطيف، وكان عندنا كل يوم دروس باللغة الإنجليزية، الإنجليزية الأمريكية خاصة. ومن بعد كي خلصوا هاد 10 أيام رحنا للولايات المتحدة. احنا 25 تلميذ زائد 3 معلمين جزائريين في اللغة الإنجليزية. وقعدنا في الولايات المتحدة شهر. في بداية البرنامج كنا في رينو بنيفادا. ومن بعد رحنا لسان فرانسيسكو بكاليفورنيا. ومن بعد 10 أيام الأخرين قعدنا قدام لاك واسمه لاك تاو. ودوغون هاد الشهر تعلمنا بزاف حوايج، كنا وتعلمنا العديد من التخصصات. نعم. والعديد من الأشياء خاصة في ميدان كيفاه نديرو باش نولو رواد. حتى الصحافة تناقلت يعني تواجدكم بالولايات المتحدة الأمريكية. فيه مثلا from Algeria to Reno culture and culture culture to culture. هي من بين هذا الصحافة اللي تناقلت تنقلاتكم، هذا الاحتكاك الثقافي ما بين الجزائر وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. كيفاش عشتوا هذا الأجواء؟ كيفاش عشتوا يعني هذا الاحتكاك وهذا التواصل الثقافي الجزائري الأمريكي؟ كانت تجربة جيدة، لأننا تعلمنا الكثير من الأشياء الجديدة على الثقافة الأمريكية، على طريقة كيفاش هما يشوفوا الجزائر وكاع. نعم. كانت تجربة جيدة، وكانت كان كلش مليح،
تعلمنا تن نبخي دروس في الرياليزاسيون درنا في الإخراج درنا دوكومنتير درنا دوكومنتير على تجربة الجزائريين في أمريكا و تعلمنا بزحوي. على كل إن راح يكون فيها في الحديث بقية على هذا النشاطات باعتبار أنه حاضر كذلك معنا كما قلنا خليل صخري اللي هو رئيس النادي العلمي لكلية العلوم الطبية لأسطيف. إذن نشاطات عدة وكثيرة. هل هذه النشاطات تكون على طول السنة ولا كاين فيه مثلا فترات تقوموا فيها فقط بهذه النشاطات؟ النشاطات كما سبقت وقلت هي نشاطات عديدة. وبالنسبة للبرنامج لو بروغرام دي جون ليدر اللي تنينان هي ثمرة من هذا البرنامج. هو البرنامج هذا هو برنامج ثمرة نجاح بروتوكول تعاون وشراكة مع جامعة نيفادا الأمريكية بالضبط مع المركز الدولي اللي شمل نيفادا بحيث الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة هذه عملت استراتيجية الانفتاح على العالم الأوبن وورلد.